السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بينهم أخ وأخت، ابن وابنة، شقيق وشقيقة، يعيشون معانا معززين ومكرمين، لهم أولوية في الحقوق منح لهم ديننا الإسلامي الحنيف وشرعها القانون. إنهم ذوي الإعاقة، ممن تجتهد أعلى الجهات الرسمية والتشريعية في الدولة من أجل سن القوانين الداعمة لهم. من بينها التعليم والتوظيف والاندماج بالمجتمع، ولكن هل تحقق لهم كل ما يطمحون إليه؟ وهل فعلا تلتزم المؤسسات بتوظيفهم وفقا للنسب المقررة؟ وماذا عن نظرة المجتمع؟ وماذا عن حقوقهم الاجتماعية التي لا يشرعها قانون ولا يقرها إلا العرف الاجتماعي؟ مشاهدينا الكرام، أسئلة كثيرة نناقشها في أولى حلقات برنامج القبكة لهذا الموسم مع ضيوفنا الكرام، ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا وبرنامجنا نشوف معاكم هذا التقرير. المجتمع لا زال ثقافته شوي بطيئة ويحتاج إلى وعي. ليش لا؟ ليش عيب؟ ليش نعمل الفروقات الاجتماعية؟ يمكن الزواج ما يستمر، وين أروح؟ الزواج شرعاً هو عقد على سبيل الدوام، ينشئ حقوقاً شرعية بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة. أتمنى أن هذه الأم اللي عندها هذا الشاب الجميل والشابة الجميلة، يا أخي تحب تلاقي له نصف الثاني من حياته. تحتل قضية زواج ذوي الإعاقة حيزاً مهماً في حياة الأشخاص وحقهم في الحياة الكريمة التي كفلتها لهم معظم التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة قطر. تقريباً أنا على وشك أني أنا أتزوج، ولكن في صعوبات كثيرة قابلتني ما كنت أتوقعها. من ضمن هذه الإعاقات أني أنا لي سكن حكومي جزاهم الله خير، ولكن كان من شروط أني أنا لو تزوجت يأخذون مني السكن. يعتمد على وعي المجتمع وعلى إيصال المعلومة أن ذوي الاحتياجات الخاصة هو شخص عادي، هو قادر على المسؤولية وأن يدير بيته، أن يعني يطلعهم نظرة عادية نفس المجتمع كله. يعني فعلا نظرة المجتمع، ما عندنا ثقافة أن إحنا ذوي الاحتياجات ناس طبيعيين وإحساسنا كامل وقادرين أن إحنا يمكن أحيانا نكون أفضل من اللي مش معاقين. إنه لازم يتزوج واحدة مثله أكبر خطأ وجرم في حياته، لأن في فتيات جميلات يافعات يستطيعون الاعتناء بهذا الشاب وإنجاب الطفل سليم. هو شخص عادي وله الحق في الزواج مثل غيره من الناس في الزواج. فالحق في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال هي من جملة هذه الحقوق، وهي من القضايا المهمة التي فرضت نفسها في أجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع. زواج ذوي الإعاقة هو يعتمد على شقين فقط، هو يعتمد على القوة الجسدية والمالية. نعم، هذه الشقية توفرت عند ذوي الإعاقة الخاصة، فأعتقد أن الزواج راح يكون ناجح بإذن الله إن شاء الله. يعني مش أي حد يتقبل أنه يرتبط بذوي الاحتياجات، ولو لقينا إنسان مثلاً يكون قلبه كبير وطيب ويراعي هالشيء من ناحية الأخلاق والإنسانية، فهو بعد يبقي يأخذ هالشيء بطريقة مريحة. هناك أصوات ترفض فكرة زواج المعاقين سواء من قبل أسرة المعاق أو من قبل المعاق نفسه أو من المجتمع. هذه الأصوات تصعب من زواج ذوي الإعاقة وتحسمها مسبقاً بأنها تجربة فاشلة. أنا برأيي ينجح زواج ذوي الإعاقة إذا كانوا الاثنين متفاهمين
وعارفين إيش نوع الإعاقة عند كل واحد فيهم. ليش تزوج المرض للمرض؟ زوج صاحي لمريض. بعض الإعاقات حقيقة يكون ممكن يكون فيه صعب من وجهة نظري طبعاً. لو زواج المكوفين أن يكون اثنين مع بعض، لأن يحتاج عناية يعني واهتمام من جهة الاثنين نفسهم، ويحتاجون رعاية يعني طبعاً. من حقهم أن يحظوا برعاية وتعليم، كما أن من حقهم أن يشكلوا أسرة. إعاقة الجسد لا تعني دائماً عدم القدرة على تكوين أسرة. كلما هو مطلوب أن تتغير النظرة لهذه الفئة العزيزة من فئات المجتمع. أنا بالنسبة للزواج، أنا متزوج من 14 سنة، زواج ناجح اللهم لك الحمد. إعاقتي لم يعني تكون لي عائق بالنسبة للزواج. نصيحتي للأهالي أولاً أن بالفعل يساعدون في اختيار الزوج المناسب، وأن يكون واضح ويوضحون حق هالشخص شين الإعاقة، يعني ما يضحكون عليه وبعدين يتفاجأ أن هي عندها إعاقة أو أكثر من إعاقة. تقبلوا الناس كما هي، رجاء أن تقبلوا الناس وافتحوا مخكم خلاص. بس التعقيدات، نبي الإيجابية الآن، الكلمات الرنانة التي تعمل هيك ما محتاجينها. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ مشاهدينا الكرام الموسم الثالث من برنامجكم الرمضاني القبقة. كل عام وانتم بخير. مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. ويطيب لي طبعا مشاهدينا بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري كافة. مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني أن أكون معاكم طيلة أيام الشهر الفضيل عبر برنامجكم القبقة، وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم ونقدم كل ما من شأنه أن يشكل إضافة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. مشاهدينا، نذكركم أن بإمكانكم أنكم تشاركونا تساؤلاتكم على مواضيع البرنامج عبر الكتابة لنا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون قطر، حيث أن موضوع الحلقة سيتم الإعلان عنه يوميا، وبالتالي يتناسى لمن لديه أي تساؤل أن يطرحه في المنشور الخاص بإعلان الحلقة. مشاهدينا، قبل أيام قليلة فقط أقر مجلس رئاسة الوزراء الموقر مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، حيث سيكون هذا القانون الجديد بعد إقراره بدلاً للقانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف المشروع أو مشروع القانون الجديد إلى كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. ويأتي هذا المشروع الجديد ليؤكد على اهتمام دولة قطر بهذه الشريحة، ولنتعرف على ما تم تقديمه من خدمات واهتمام ورعاية لهذه الفئة، وعن الطموحات وعن المشاكل الاجتماعية كذلك التي ما زالت تقف عائقا أمام اندماجهم اندماجا كاملا في المجتمع. يسرني مشاهدينا أن أستقبل في أولى حلقات برنامج القبقة
كل من السيدة مانعة الإحبابي خبير توجيه تربية خاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتورة عايدة عمر الشراوي المتحدثة الإعلامي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور عايش القحطاني داعية ومستشار تربوي، والسيد خالد الشعيبي رئيس لجنة مبادرة توظيف ذوي الإعاقة. يا مرحبا ومسهلا فيكم. طبعا في البداية نبارك لكم بالشهر دكتورة. نبدأ باليمين دكتور عايدة، مبارك عليك الشهر وشرفتينا الله يسلمك في برنامج الغبطة. أول شيء طبعا مبارك عليكم الشهر ونشكركم على استضافة مركز الشفلح في هذه الأمسية، أمسية الغبقة لتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة في دولة قطر، وأكيد شكرا لتواجد ضيوفنا الكرام اليوم اللي راح يكونوا مميزين في هذه الحلقة المميزة إن شاء الله بإذن الله. وبعد بندخل ممكن شوي في تفاصيل ونتعرف أكثر على مركز الشفلح بإذن الله. طبعا نرحب كذلك بالسيدة مانعة الإحبابي، مبارك عليك الشهر وشرفتينا الله يسلمك. علينا وعليكم تبارك، ويسعدنا مشاركتكم الليلة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون يعني غبقة فيما يخص ذوي الإعاقة من أكثر من جهة إن شاء الله، وإحنا أوريدي يعني بدينا قبل الحلقة شوي تناقشنا بإذن الله إن شاء الله. وأكيد كذلك نرحب بالدكتور عايش القحطاني، مبارك عليك الشهر وشرفنا الله يسلمك. علينا وعليكم تبارك إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم ما ينفع المجتمع في هذا الجانب لأنهما من أهم أعضاء هذا المجتمع. نعم أكيد من أهم خلنا نقول أفراد هذا المجتمع. طبعا نرحب كذلك بالسيد خالد الشعيبي، شرفنا الله يسلمك ومبارك عليك الشهر. الله يجزيك خير أخوي سعود، ونشكر تلفزيون قطر اللي يطرح مثل هذه المواضيع المهمة جدا واللي تهم المجتمع وتهم شريحة عزيزة على قلوبنا، وإن شاء الله نكون يعني نضيف اليوم في هذه الحلقة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. وطبعا مشاهدين الكرام اليوم احنا نتكلم عن هذه الفئة المهمة في مجتمعنا طبعا، وأكيد من خلال رؤية دولتنا وأكيد الأهداف اللي موجودة من خلال تمكينهم وإشراكهم بالمجتمع بشكل كامل. طبعا هذا يخلينا نبدأ ممكن حوارنا ونقاشنا بهذا الموضوع. نبدأ طبعا بمركز الشفلح. دكتورة اليوم نتكلم عن مركز الشفلح، نبي خلنا نقول نعرف المشاهدين أكثر، ما نبي نعرفهم على مركز الشفلح، ولكن خلنا نقول خطة مركز الشفلح أو التوجيهات الاستراتيجية ممكن لهذه الفئة خاصة بعد 25 عام من إنشائه. أكيد مركز الشفلح خلال 25 عام قدم خدمات كثيرة متخصصة في مجال التربية الخاصة والخدمات التأهيلية العلاجية النفسية الاجتماعية، وكان له دور ريادي أيضا في إيجاد فرص العمل لأبنائنا خلال 25 عام. اليوم المركز يتطلع إلى وجود أهمية تواجد أبنائنا ذوي الإعاقة في المجتمع وإدماجهم وتمكينهم من خلال صناع القرار. الدور الأساسي أن لما ندرب أبنائنا من عمر دخولهم سن الميلاد حتى وصولا لعمر 21 هي ركيزة أساسية من أهم استراتيجيات مركز الشفلح كأهداف الأساسية، وأيضا وجود أولياء الأمور كشركاء حقيقيين بمتابعة أبنائهم فيما بعد التخرج. الجانب الأساسي اللي احنا دائما نركز عليه في توعية المجتمع نوصل رسالتنا لأبناء جميع أفراد المجتمع أن أبنائنا لديهم قدرات رائعة ومتخصصة في مجالات عديدة، وهذه المجالات أساسا انبثقت من المركز من بداية تأهيلهم وتدريبهم. والجانب اللي احنا نركز عليه الحين وجود هذا الوعي لله الحمد من أفراد المجتمع أن هم دائما يساندون قضايا المجتمع ويساندون قضايا أبنائهم ذوي الإعاقة في مركز الشفلح وحتى المراكز المعنية بدولة قطر التي تهتم بذوي الإعاقة. نعم اليوم أكيد إذا احنا نتكلم مشاهدينا عن المراكز لابد أن نشوف المراكز اللي تدعم طبعا هذه الفئة، وأكيد خلنا نقول أنها مراكز ممكن تكمل بعض خاصة من خلال خدماتها ومن خلال طبعا أهداف المراكز ولماذا وجدت هذه المراكز لدعم أكيد هذه الفئة. طبعا هذا يخلينا ننتقل معاكم إلى السيدة مانعة الإحبابي. اليوم نتكلم أو تكلمنا بشكل عام عن مركز الشفلح، استراتيجية مركز الشفلح بعد 25 عام. هذا ممكن يخلينا ننتقل إلى مركز خدمات دعم الطلبة، مركز رؤى طبعا التابع للوزارة.
المركز هذا شو اللي ممكن يقدمه أو إيش اللي يقدمه ممكن لهذه الفئة؟ هل الخدمات اللي موجودة هي نفسها اللي موجودة كذلك في مركز الشفا اللح ولا تختلف؟ هو تختلف، هو تم إنشاء بعام 2015، هو مركز للتقييم والدعم والاستشارات، تم تقييم الطلبة من فريق متعدد التخصصات، يعني أنا عندي فريق يعتبر في الجانب النفسي، العلاج الطبيعي، نعم، الوظائفي، عندي حتى في الجانب الطبي، الجانب التربية الخاصة. بعد ما يتقيم الطالب عندي يتحدد أنا وين ممكن أن أنا يعني أسجل الطالب أو البيئة التعليمية اللي تناسبه. نعم. ممكن تكون في مدارس دمج، ممكن تكون في مدارس الهدايات المتخصصة، هي مجموعة يعني سلسلة من المدارس للطلبة من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، وفي دعم أسري، في دعم إرشادي توعوي لأولياء الأمور. نعم، احنا اليوم ممكن احنا نتكلم عن هذا الدعم اللي موجود طبعا مشاهدينا لهذه الفئة، ولكن مثل ما شاهدنا معاكم طبعا في التقرير اللي عرضنا معاكم كانت هناك خلنا نقول مشاكل بسيطة لهذه الفئة وكيف ممكن يتم التعامل معاهم. طبعا سيد خالد، اليوم احنا شفنا معاك هذا التقرير وشفنا موضوع مهم، ممكن جانب مهم في هذا التقرير اللي هو زواج ذوي الإعاقة. نعم. ما رأيك في هذا طبعا الموضوع، خاصة أننا شفنا كذا شخص من خلال هذا التقرير كان يتكلم عن هذه المشكلة وكيف أنه يتم التعامل مع هذه المشكلة البسيطة؟ طبعا موضوع الزواج هو موضوع يعني الله سبحانه وتعالى أقره لجميع خلقه، يعني سواء كان إنسان من الطبيعية أو كان من ذوي الإعاقة أو آخره. نعم. ولكن المشكلة اللي يعني تقع في الكثير من الأمور هذه مثل الزواج خاصة ذوي الإعاقة، أنا أعتقد أن العنصر النسائي يكون أكثر يعني ظلما من غيره من الشباب، يعني نعم. الشباب يعني ممكن أن يستطيع الزواج من أي فتاة أو من رغم إعاقته، يعني إذا كانت إعاقته تسمح له بالزواج وكذا، ولكن موضوع البنات أو الخوات فهناك يعني صعوبة أن يعني حد من الشباب أنه يعني يرتبط معها، وهذا اللي عشناه وشفناه، ولكن الله سبحانه وتعالى يسخر الكل يعني. فمن ناحية الزواج أنا أعتقد هناك لازم يكون فحص طبي دقيق جدا، شريكة الحياة أو شريك الحياة يعرفون جيدا إيش المشكلة. إذا كانت يعني أنا حضرت مرة يعني حفل زواج لكفيف وكفيفة، ولكن العرس هذه أو الحفل هذا كانوا الناس ذيلا قادرين على أنهم حقيقة يعني متناسبين في نفس الكفاءة وفي نفس التعليم، فكان الزواج حقيقة زواج ناجح جدا وثمراته من الأطفال الحمد لله. ولكن في بعض الإعاقات تواجه فيها صعوبة خاصة الحركية هذه، فصعب أن الشخص يعني من أصحاب الإعاقات الحركية الشديدة يأخذ زوجة أن تقوم بخدمته وكذا بنفس الإعاقة. فممكن الصوم ممكن يعني، ولكن هذا الزواج يصير بكل أريحية. نعم، وإحنا نشوف أكيد وشفنا أمثلة ناجحة من خلال طبعا الحياة الزوجية، وإن شاء الله أكيد أنها تستمر كذلك من خلال البرامج ممكن اللي يتم تقديمها من قبل صحيح المراكز المتخصصة. طبعا دكتور عايش أنت خلنا نقول متخصص بشأن الأسرة كذلك التربية، اليوم إحنا الجانب اللي نبي نتكلم فيه أهمية أولياء الأمور في هذا الجانب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الجانب الرئيسي والأول هو في الأسرة النواة اللي هي الأب والأم والأبناء، لازم الدور يقع على عاتق الأبوين. بعض الأمراض والإعاقات تبين حتى من قبل الولادة أصلا، وبعضها بعد ما ينولد الطفل، فالفئة هذه تحتاج عناية خاصة غير الأطفال العاديين. يعني الأب والأم لازم يعرفون أن عنده إعاقة من الولادة، المهارة هني شلون يتابعونها، شلون يروحون للطبيب، للجهات المختصة، علاجة، أدويته، تأهيله، بعد ذلك المدارس الخاصة اللي تتقبل هذا المعاق، لأن كل إعاقة تختلف عن الثانية. نعم. في إعاقة جسدية، في إعاقة ذهنية إلى آخره، يعني هي متفاوتة الإعاقات.
احنا الحمد لله الدوله موفره جهات مثل الشفلح مثل بعض المدارس الداعمه تعرفهم، ف اهم دور هو دور الابوين. وفي عندنا حالات كثيره احنا نشوف لما الاب والام مهتمين والله ينشا وينمو بطريقه مختلفه، انه يعتمد على نفسه، مهاراته، قدواته. انا اعرف بعض الامهات تسافر من قطر دول ثانيه تاخذ دورات في شلون تتعامل مع ولده. فالدوله الحين الحمد لله وفرت مثل الشفلح، وانا اشكرهم على هذا، لان عندي ولد كان في الشفلح واعرف شلون متابعتهم وعنايتهم بامانه لين وصلوا بطل عالم ما شاء الله، وهو من ذوي الاعاقه. بس احنا الجزئية اللي عندنا ماذا بعد الشفلح، ماذا بعد العشرين والواحد وعشرين سنة؟ هاي السؤال اللي كنت أسأله حق أخوي خالد وحق خواتي. هم وصلوا المرحلة دي، جزاكم الله خير، طورتوهم ونميتوهم، بس وين الأندية الخاصة بهم؟ وين المجالات والمراكز اللي تخليه يطور من نفسه أكثر؟ فالعناية لازم تكون متصلة ودائمة، بس الأساس والبداية في الأسرة. كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته، فنبدأ بالأب والأم اللي على عاتقهم صح. العناية الرئيسية بعدين يكونون داعمين للشفلح أو المدارس أو غيره. نعم، وخاصة ممكن ذكرت طبعا دكتور من خلال حديثك تجربتك في طبعا مركز الشفلح، كذلك من خلال أكيد الدورات التدريبية اللي موجودة، وحتى المسار التدريبي اللي موجود خلنا نقول الابن الابنة الأخ الأخ اللي يكونون موجودين او من منتسبي مركز الشفلح. اليوم نتكلم عن المسار التدريبي الخاص بمركز الشفلح، كيف يتم تقييمه وبناء على المعايير، او ايش هي المعايير اللي ممكن يتم تقييم هذا الطفل او هذا الطالب في البرنامج التدريبي؟ اكيد اداره المركز دائما تولي اهتمام كبير في هذا الجانب، يعني المسارات التدريبية الخاصة والتي تعنى بالاهتمام بالمنتسب ذوي الإعاقة الذهنية النمائية واضطراب طيف التوحد لها أهمية كبيرة، يعني من خلال إيجاد واستحداث وحدة اسمها وحدة التوظيف تم إنشاءها في 2009 نعم. وكان له دور كبير أنه يتم إيجاد فريق متخصص لعمل تقييم القدرات والمهارات الحياتية والمهارات أيضا النفسية اللي ممكن يتعاملون فيها مع أبنائنا. المسارات الخاصة التدريبية في مجال التوظيف لها دور كبير حتى في سوق العمل، لما ينخرط في سوق العمل يكون في فريق متخصص ذوي خبرة عالية، وطبعا هذه من خلال دقة التفاصيل، نوع الإعاقة، درجتها، الجانب السلوكي أيضا للمنتسب، كيف ممكن أنه هو يتهيأ في بيئة العمل. يتم أيضا إقامة دورات وورش خاصة لأبنائنا من خلال العاملين، يعني حتى كيف يتعامل معاه إذا جاته مثلا حالة من السلوكيات الغير مرغوبة، عليه التدخل بطريقة معينة يستشير فيها الأخصائي المعني. هذه الوحدة، وحدة التوظيف، لها دور كبير صراحة، وهي طبعا من أهداف مركز الشفلح الاستراتيجية، إن عشان نقدر نوظف أبنائنا لابد من إيجاد مسارات دقيقة ضمن دراسة بحثية تكون ملمة بكافة التفاصيل اللي تم أبنائنا ذوي الإعاقة، لأن في النهاية حتى إحنا نشارك أولياء أمور أيضا المنتسبين، لأن أحيانا ممكن يعجدون بعض التحديات تواجههم بالمنزل غير عن نطاق العمل أو في بيئة المدرسة أو بيئة المركز اللي هم ينتمون له. نعم، يعني ممكن هذا هو المسار بشكل عام، وكيف ممكن يتم اجتياز هذا المسار. أنا ودي أن ننتقل إلى المرحلة ما بعد طبعا المرحلة التدريبية. السيدة مانعة، اليوم إحنا نتكلم عن إشراك طبعا ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل كامل. هذا ممكن يخلينا ننتقل إلى السؤال التالي في حديثنا، هل هناك معلمين من ذوي الإعاقة موجودين، أو هل يتم إعطاهم دورات وتأهيلهم إلى هذه المهنة مستقبلا؟ هو الإحصائية بالضبط يعني مش متوفرة عندي عدد المعلمين، لكن في بعض المعلمين من ذوي الإعاقة موجودين بالمدارس نعم. وكمعلمي تربية خاصة، مش كمعلم يعني معلم عادي أو معلم مواد. بس كتعقيبا على المسارات اللي ذكرتها الأستاذة، في عندنا إحنا في المرحلة الثانوية مسارات مهنية وتقنية وفنية ندرب عليها طلابنا، وبعدها وبعد التعليم الثانوي يعني في مبادرات يسميها احنا المسار الخاص للطالب ذوي الإعاقة، نحاول انه يكون في تعاون مع الجامعات المحلية انه يكون لهم دبلوم، نقول احنا الدبلوم المهني او دبلوم بعد الثانوية، ويكون في تنسيق مع يعني مع وزارة العمل، او يكون مثل ممكن تقول نلاقي وظائف تناسبهم او تناسب نقول ميولهم. نعم،
أنا بس ودي أعقب على هذه النقطة أو أسأل عن هذه النقطة. طبعا. يعني التواصل بينكم وبين وزارة العمل. بالنسبة لمركز الشفا الأح من خلال وحدة التوظيف لما يشوفون طبعا من خلال اتفاقيات يجدون فيها الفريق المختص للإدارة هذه المعنية. نعم. يبحثون عن ماهية الوظائف المناسبة لقدرات أبنائنا، لأن إحنا التعامل مع أبنائنا ذوي الإعاقة الذهنية، وطبعا هناك مفارقة لأن أنت تعامل مع ذوي إعاقة ذهنية نمائية واضطراب طيف توحد، مشكلة الإعاقات تكون مؤهلة حتى لو وصل لعمر 21 سنة. نعم. ممكن يكون عمر 21 سنة لكن ما كمل مسار التدريبي. نعم. فبالتالي في متابعة مستمرة من قبل الفريق المختص. احنا عندنا مبادرات ممكن نروح لأرباب العمل نجلس معاهم، وزارة العمل أكيد له دور كبير أنها تكون جهة إشرافية ورقابية أيضا، لكن لا يمنع إذا احنا نقدر نطرق الأبواب لأصحاب القطاعات الخاصة والحكومية أن هم يساندوننا ويساعدوننا في إيجاد الوظائف المناسبة. أغلب الأعمال التي تؤهل أبنائنا للعمل الأعمال المكتبية، خلينا نكون. نعم. واقعيين وصريحين، لأن ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة قدراتهم تتفاوت بين هذا الإطار، فبالتالي. نعم. الأعمال المكتبية اللي هي فعلا تدرس من خلال وحدة التوظيف إيجاد فرص حقيقية لإيجاد الوظيفة المناسبة، وفي فريق متابعة. يعني إحنا ما نخلي عيالنا. نعم. بس فترة ويتوظف، في فريق متخصص من الأخصائيين النفسيين الاجتماعيين التربويين يتواجد يجدون مع أيضا أصحاب العمل وتقديم ورش توعوية لهم. نعم. في بيئة العمل كيف يتكيف هذا المنتسب بعد التوظيف. نعم جميل جدا. نعم. يعني أكيد المتابعة وهذا ممكن يخلينا نقول لجنة طبعا توظيف ذوي الإعاقة المبادرة أخوي المبادرة. نعم نعم دورها خلنا نقول المهام اللي ممكن تقوم فيها لتسهيل ممكن توظيف ذوي الإعاقة وبالتعاون أكيد مع المراكز اللي موجودة في الدولة. أخوي سعود المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة هي طبعا نشأت قبل تقريبا قبل 20 سنة. نعم. وكنا في حاجة فعلا أن احنا نتواصل مع أخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة، وبدينا يمكن مثل ما شرحت حق أخواني وأخواتي قبل شوي أن بدينا في الأشخاص المصابين بالكف البصري. نعم. لصعوبة توظيفهم في أي مكان، وفي نفس الوقت لعدم الوعي الكافي في ذاك الفترة أن الناس دول فعالين وإيجابيين وممكن ينتجون وكذا، فبدينا من هذا الشيء. وهذا المبادرة بعد 20 سنة من عمرها وحصيلتها انها يعني الحمد لله سوت اتفاقيات كثيره مع حتى على مستوى وزارات وغيره. ممتاز. واستطعنا نوظف خلال هذه المبادرات يعني حقيقه مئات من ذوي الاعاقه. نعم. اليوم الدوله مش مقصره في عيالها ولله الحمد، ووظفتهم وهناك اجراءات للتوظيف لهم، ولكن هناك في شريحه مهمه جدا في المجتمع وهم المقيمين والعايشين في قطر. نعم. مواليد قطر، هذا طبعا المفروض يعني الناس تنظر لهم حقيقة. وجات فكرة أن المبادرة هذا يعني ولله الحمد يعني الله يجزي خير سعادة، أذكر أنا اليوم بالخير سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر أن أعطانا الفرصة أن نشارك في كل مناسبة معارضهم ويكون تواجد لنا بين كل الشركات الموجودة، لأن غرفة قطر اليوم جميع الشركات في الدولة تكون تحت مظلتها. نعم. وفي تقاطع مصالح بيننا وبين بين المبادرة وبينهم هم أنهم يستضيفون عدد كبير جدا، ودورنا كذلك ليس فقط توظيف غير كذلك التأهيل أخوي سعود، أن احنا نأهل الشباب وندربهم، وبعجزهم الخير غرفة قطر عطونا مكان أن احنا ندرب ونأهل وفي نفس الوقت نعين عن طريق الشركات سواء كانت عائلية شركات الكبيرة في هذا المجال. المبادرة اليوم حققت من النجاح شيء كبير، وهذا لا يلغي دور مؤسسات الدولة الأخرى، بالعكس احنا نمشي معاهم ومساندين لهم، ولكن الفرص العمل تختلف ما بين المواطن وما بين اخواننا الموجودين في دولة قطر، ولله الحمد احنا ساعين والمبادرة هذه تحت مظلة رب العالمين. وثق تماما اخوي سعود
ان احنا نوصل على طول مباشره الى صاحب القرار والى ارباب العمل بعيد عن حقيقه الروتين وبعيد عن التسلسل يعني الاجراءات الوظيفيه. يعني بعض الاحيان الانسان لما يقوم بمبادره ولو احنا الموجودين حاليا كلنا في الاستديو لو سوينا مبادره ان نزرع 100 نخله في قطر اعتقد اول من بتوقف معنا وزاره البلديه لان هذه مبادره لا نريد منها لا اجر ولا شكر ولا غيره. فهذه المبادرات الحمد لله ولله الحمد ما دام انها تحت مظله رب العالمين والنيه صادقه بان فعلا احنا نوظف هذا العدد الكبير والحمد لله انهم فتحوا بيوت وفتحوا يعني جاهم باب رزق هذا ولو ان كان الراتب حتى قليل ولكن الله سبحانه وتعالى يطرح فيه البركه. اليوم يعني طبعا سيد خالد اليوم احنا نتكلم أكيد عن هذه الفئة شلون ممكن طبعا البرامج اللي موجودة كيف ممكن يتم دعمهم من قبل المراكز اللي موجودة في الدولة والتسهيلات وإلى آخره من هذه الأمور. أنا ممكن أنا عندي سؤال مهم للدكتور عايش. اليوم احنا تكلمنا عن ممكن أهم النقاط ولكن هناك نقطة مهمة كذلك لابد التطرق لها وأكيد نسمع رأيك من خلال هذا السؤال. اليوم احنا نتكلم عن إشراك هذه الفئة ودعم هذه الفئة ولكن الأهم كيف ممكن احنا كمجتمع ان نتعاون مع هذه الفئة كذلك ان نحاول نوصل معاهم الى الاندماج الكامل بالمجتمع كذلك ان لا ننظر لهذه الفئة بنظرة ممكن انهم اقل او ممكن هناك تعاملات خاصه الى اخره. في الاخير احنا كمجتمع لابد ان ندعم بعضنا بعض. هناك يعني من هذه الفئه هناك الاخت هناك البنت هناك الابن هناك ولد العم ولكن شيء مهم كيف المجتمع كذلك يتعامل بشكل ايجابي ونحاول كثر ما نقدر ان نوصل الى الاندماج الكامل بالمجتمع من خلال طبعا سواء البرامج او حتى الفعاليات اللي تكون موجوده على مدار السنه في الدوله. ما الدمج المجتمعي مهم جدا لهذه الفئه. نعم. اول شيء الدمج الاسري واليه التعامل معهم في محيط الاسره الصغيره اللي هي النواه، بعدين في العائله، القبيله، نعم. المجتمع. صحيح. كيف نتعامل معهم؟ احنا عندنا هدي نبوي في التعامل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلفهم بمهام. يعني مثل ابن أم مكتوم كان أعمى عمي فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة مرتين بس لازم أنت تغرس فيه إيش الهمة والعزيمة. إحنا نقول مثل ما يقول شوقي الطائر يطير بجناحه والمرء يطير بهمته وأنتم تعرفون كثير من ذوي الاحتياجات قادة وأرقام صعبة في بل وفي العالم كبار المخترعين أصلا عندهم إعاقة. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن أم مكتوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع فيها الهمة والمسؤولية سوى عقب طالب أنه يروح الجهاد وإحنا نعرف ليس على الأعمى حرج ولا على المريض والمريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يعني سقط عنه التكليف هو غيره لكن شوف الهمة العالية عنده هو عند المعاق نفسه أصر أنه يروح. فراح لسعد بن أبي وقاص قال له خذني معك للقتال. قال لما يرحمك الله قد ليس عليك تكليف رفع عن. قال أكثر سواد المسلمين يعني يقول زيادة عدد هو مش زيادة عدد. وقال حق خادمة لما أحمل إذا سقطت الراية من حاملها فأحملنيها واذهب عني وانصرف. شوف أحمل لي خاف أكثر اللي يشوف السيوف والرماح والسهام ولا اللي ما يشوف شيء بس يسمع صوت يخاف أكثر أنا ما أعرف الضربة بتجي من وين. فوجدوه قتيلا وقد أمسك بإيش بالراية. هذه الهمة والعزيمة. احنا نقول المعاق الحقيقي قد يكون انسان صاحي ما في ولا شيء بس ما عنده همة ما عنده يكون عال على نفسه وعلى مجتمعه واسرته. المعاق الحقيقي اللي عطل فكرة وعطل انتاجيته. فاحنا لازم نكون ندعمهم نرابطهم الترابط يكون قوي معهم نشجعهم انه يبادر انه يبدا يعمل يتحاور ينتج نشوف مثل ما قالوا مهاراته في اي جهة. نعم. نوظف خبراته ومهاراته في هالجانب ونعزز منه ونطور منه. نعم. هذه مهمة. هذا ممكن الجانب الأول من الموضوع اللي تكلمنا فيه أكيد مشاهدينا الكرام من خلال البرامج الخاصة هالموضوع أو حتى المسارات التدريبية. بننتقل معاكم إلى فاصل وبعدها خلنا نقول نتعمق أكثر ما بعد الوظيفة إن شاء الله.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا رجعنا لكم وأكيد مستمرين في موضوعنا. ممكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن المسارات وطبعا الخدمات اللي تتوفر لطبعا ذوي الإعاقة. ممكن هذا يخلينا ننتقل للمدارس المتخصصة لهذه الفئة. طبعا سيدة مانعة اليوم نبي نتكلم عن المدارس المتخصصة طبعا لهذه الفئة اللي موجودة في دولة قطر. تم توفير الدمج في 70 مدرسة متخصصة سواء كانت لجميع المراحل بنين وبنات، وتم توفير الدمج الإعاقة البصرية في 4 مدارس أيضا بنين وبنات، و دمج في مدرستين للإعاقة السمعية، وعندي 6 مدارس متخصصة سميت بمدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. مع روضتين لجميع المراحل بنين وبنات. طبعا تحتوي على برامج عديدة، منها التدخل المبكر، منها البرامج التربوية الفردية، منها الدعم الأسري، في منها طبعا المسارات المهنية والتقنية للطلبة المرحلة الثانوية طبعا بحسب ميولهم اتجاهاتهم. نعم. الآن طبعا بعد ما بعد المدرسة بعد التوظيف لابد أنها تكون هناك أكيد متابعة لهذه الفئة من خلال عملهم، من خلال طبعا البرامج اللي تكون موجودة طبعا معاهم أو اللي يستمرون فيها، خلنا نقول من خلال حياتهم المهنية. اليوم أستاذة عايدة، متابعتكم لهذه الفئة خاصة بعد ما خلنا نقول يعمل في مكان ويحس ممكن انه بروحه ولابد انه يعتمد على نفسه اعتماد كلي كذلك. طبعا مركز الشفلاح قبل ما يبلش في اي برنامج، وهالبرنامج في مصلحه ابنائنا، الامن والسلامه. نعم. الامن والسلامه مش فقط في المكان في بيئه العمل، الامن والسلامه حتى في عمليه انه إيجاد فرص لبرامج تدريبية وورش تقدم أيضا لأرباب العمل للعاملين. الجانب المهم في هذه النقطة أن في فريق عمل متخصص يقوم بمتابعة أبنائنا الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل أثناء مثلا تم اختيار وظيفة معينة لأحد الوزارات لأحد الأماكن. طبعا في متابعة لصيقة مع الشركة، صاحب الشركة أو صاحب الجهة الذي يعمل فيها المنتسب، فبالتالي يكون في فريق عمل يقدمون برنامج ورش تدريبية للعاملين، وبالإضافة يتم تهيئة المنتسب الولد عندنا طبعا من ذوي الإعاقة إنه كيف يروح للمكان بالتدريج. نعم. يعني يكون جهة انسحابية، وحتى المختص نفسه فترة 6 شهور يتابعه ولكن ينسحب تدريجيا للمتابعة. مقطع كلامك إلا بالخير، بس هذه المتابعة أو هذا البرنامج اللي يوضع طبعا الموظف نفسه من ذوي الإعاقة كذلك، هل هناك برامج وتوجيهات لأولياء الأمور كذلك خاصة في هذه الفترة الحساسة؟ أكيد طبعا هذه من الأشياء الرئيسية الأساسية في تدريب أولياء الأمور، وأيضا تخفيف الضغط النفسي عليهم، وأيضا حثهم على أن ابنهم اليوم راح يتوظف، فلما يتوظف معناته في طريقة معينة في التعامل معه. نعم. كسلوكياته بالبيت، قبل كان يروح يهيئ نفسه يروح المركز، لكن الحين ما راح يروح المركز، راح يروح لمكان مقر وظيفته، فبالتالي الأسرة لها دور كبير كشريك أساسي مع إدارة المركز والمختصين كيف يهيئ بيئة المنزل أيضا في عملية خروجه ومتابعته وتشجيعه وتقديم الحافز المعنوي أيضا لابنهم. نعم. في مقر العمل. نعم ممتاز. ممكن كذلك مشاهدينا من خلال طبعا جلستنا ومن خلال حوارنا أشوف طبعا معاكم هذا البروشور الخاص طبعا بالمبادرة، نشوف معاكم أكيد الصورة اللي موجودة كذلك طبعا خلنا نقول موظفة من ذوي الإعاقة أمام سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني الله يحفظه. أنا ودي أتكلم عن قصة هذه الصورة. طبعا هذه احدى المعارض اللي كانت للتوظيف في المعارض المهنيه اذا انت تذكرونها، وكان سيدي سمو الامير في ذاك الوقت افتتح المعرض، وكانت البنت هذه بنت قطريه حقيقه. نعم. وهي حقيقه فاقده يعني لاجزاء مهمه في جسمها، اليدين والرجلين، ولكن إعاقتها هذه لم تمنعها من البحث عن وظيفة أسوة بإخوانها وخواتها
الذي حصل على الشهادة الجامعية، وفعلا استطاعت البنت هذه من خلال أن نعمل لها مقابلة جلسة جميلة جدا وقابلناها، فقالت يعني أنا عندي لسان جميل جدا وأستطيع أرحب في كل الناس وأملك يعني أسلوب راقي ورائع يعني. فاستفدنا من هذا الأسلوب الرائع منها وقدرنا نوظفها في المجلس الأعلى للقضاء ما شاء الله، وهي موجودة على رأس عملها من خيرة البنات الموجودين. وكانت المفاجأة الكبيرة أن البنت هذه قدرت تطور من إمكانياتها واستطاعت الحصول على جهاز تستطيع من خلاله الكتابة والطباعة عن طريق بصمة العين. نعم. فكانت هذه المفاجأة الجميلة منها أن فعلا هذه البنت قادرة، رقم معظم أنها لا يعني لا توجد يدين ولا رجلين، لكن استطاعت من خلال بصمة العين عن طريق تطوير هذه الأجهزة الحديثة. نعم. فالحمد لله، طبعا هذه مثال من أمثلة كثيرة. نعم أكيد، ومثل طبعا هذه الأمثلة وهذه النماذج أكيد نماذج جدا نفتخر فيهم في دولة بالضبط قطر. يعني حتى من خلال حديثك دكتور كذلك أنت قلت ممكن الإعاقة موجودة عند الشخص الصاحب كذلك بالضبط. اليوم دكتور يعني هذا يخليني أنتقل إلى موضوع الثقة وزرع الثقة أولا عند خلنا نقول الشاب نفسه أو البنت نفسها قبل خلنا نقول تجربة الحياة العملية أو الوظيفة الجديدة، وكذلك في نفس الوقت أنه لابد أن تكون ثقة أولياء أمورها فيها هي. طبعا أنت شلون تدعمه في البيت، شلون أنت تخليه يثق في نفسه يؤدي، يعني مثل الحين خطأ بسيط عند بعض الأمهات لو أنا سألتكم أو بعض الآباء إذا يبي يقول حق ولده روح يبي يدرس شو يقول له؟ اللفظ السائد روح ادرس بالأمر صح؟ نعم. الرسالة هني تصل للعقل اللاواعي أن أنت كسلان أن أنت مش مهتم أنت ما تبي تدرس، لكن لما تقول له تعال ندرس أنت بتتميز، أنت بتبيض وجهي، أنت بتتفوق، أنت بتصير رقم صعب، هني هو يروح يقتل نفسه في الدراسة عشان يتميز. هي الفرق في الكلمة في نعم. آلية أن توصل له المعلومة، فلما تغرس فيه الثقة أنت قادر أنت قوي أنت مميز إلى آخره، هو يبدأ إيش يبي يثبت لك أنت قبل حتى ما يثبت حق نفسه وتزيد ثقته في نفسه. هم الحين قاعدين يسوون دراسات حتى على الأطفال في كم مرة يحتضنونه وكم مرة يقبلونه حسب شخصيته، هذه مؤثرة عليه. يعني حتى الدراسات الحين في المسحة على الرأس، مسحة على رأس الطفل هذه الصغير. نعم. شو تسوي؟ لأن هاي كلها مهم، يعني الحركة مهمة جدا لها معنى لها دور. المسحة هذه تزيد ثقتها فيك اللي تمسح عليه صح. وتزيد ثقتها في نفسه صح. وقالوا أن الطفل اللي يحتوى ويقبل ده أكثر ذكاء أكثر تعاونا أكثر ثقة في المحيطين فيه، فأنت دائما تغرس فيه ثقتها بنفسه. إذا غرست الثقة فيه في نفسه بتشوف منه العجائب. نعم. إحنا كنا والله ندرس في جامعة برع، كان معنا واحدة كفيفة تدور الجامعة كلها بروحها بدون حتى عصا، تسوي كل شيء وبعد من الأوائل على الجامعة ما شاء الله، وهي كفيفة. فهو كل ما عززت له الثقة بنفسه وبقدراته ومهاراته كلما أبدع وتميز، لكن لما كله أنت قاعد بس تطبطب عليه أنه مساكين وضعيف عطى فرصة هو اللي يقدم، هو اللي يدعم، هو اللي يوجه، هو اللي ينصح. يعني مثل ما قال أخوي الحين خالد شفتوا البنية هذه. نعم. في أيضا شاب بس راسه يحركه، وهذا درس لنا إحنا كدعاء، هذا دخل أكثر من 1,000,000 في الإسلام بالجهاز بدون يدين بدون بالكلام بس كلام. فإحنا قلنا الإنسان عنده همة وعنده مهارات وقدرات، المهارة في المربي أو المسؤول أو الجهة اللي يدرس عندها أنه تكتشف المهارة. إذا اكتشفت المهارة والقدرة عنده بيتميز وبيتفوق بغض النظر عن الإعاقة الموجودة عنده. نعم. ممكن لابد أنه يكون موجود أكيد دعم أولياء الأمور كذلك في هذه المرحلة المهمة. اليوم إذا جينا نتكلم عن مرحلة ممكن التعليم أو حتى المرحلة ما بعد طبعا التعليم سواء وظيفة أو كذلك في استكمال المرحلة الجامعية، أستاذة مانعة اليوم نتكلم عن دور الوزارة في دعم خلنا نقول هذه الفئة ما بعد المرحلة الدراسية ما بعد الثانوية إلى المرحلة الجامعية.
حاليا في مبادرة مسمى بمساري الخاص ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، ما زالت يعني تحت الإجراء مع أكثر من جامعة، وهي راح تكون يعني مثل ما تقول مرحلة استكمالية للتدريب اللي الطالب قاعد ياخذ عندي في الثانوي، اللي هي عبارة عن مسارات مهنية تقنية نعم. فنية، لكن ما زالت يعني تحت الإجراء يعني ما تم فيها، وإن شاء الله قريبا ترى إن شاء الله في يعني مع أكثر من جامعة، وإن شاء الله نقول بإذن الله إن شاء الله. يعني اليوم إحنا نشوف أكيد هذا التعاون بين المراكز اللي موجودة في دولة قطر، نتكلم أكيد في جانب مهم تعاون مركز الشفلح مع الجهات اللي موجودة في دولة قطر، مستوى التعاون ومدى التعاون اللي ممكن خلنا نقول ينعكس بشكل إيجابي على فئة ذوي الإعاقة. أهمية التعاون طبعاً هي تعتبر من الأشياء اللي فعلاً إحنا دائماً نخطط لها مع بداية كل سنة. الأساس في عملية التعاون إن إحنا نطلع بأفكار جديدة ومبادرات، وأيضاً نعمل على توعية المجتمع وأفرادها وتثقيفهم من خلال الإعاقات الموجودة اللي إحنا نخدمها في مركز الشفلح. نعم. على سبيل المثال لما نتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، جزء كبير إن إحنا بيكون في تعاون شراكات بيننا، سواء من قبل تبادل الخبرات من قبل مركز الشفلح أو من قبل الوزارة. نقدم أيضاً فئات المدارس، إحنا قدمنا ورش توعوية على مستوى، طبعاً الورش هذه كانت فعلاً تثقيفية لطلبة المدارس، وأيضاً بالإضافة إلى الهيئة التعليمية اللي في مدارس الدولة. خصصنا أيضا مدارس أيضا دولية، يعني مثل المدارس الدولية هذه لها دور كبير، مش بعد عن طريق الوزارة، لكن أيضا في مدارس خاصة دولية أيضا لغير الناطقين باللغة العربية، نثقفهم على مستوى نوع الإعاقة والخدمات تقدمها مركز شفلح. هذه آلية التعاون والمبادرات اللي تصير والشركات والاتفاقيات بين جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت تربوية تعليمية تأهيلية اجتماعية، لها هدف في النهاية نحقق والناصر قضية ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. نعم. هذه هي المناصرة الحقيقية اللي الناشط فيها كل صناع القرار أن يتكاتفون وتتكاتف كل الجهود بإذن الله إن شاء الله، وهذا أكيد التكاتف موجود وإحنا نشوفه، وإن شاء الله خلنا نقول يتطور إلى مستويات أكبر في الفترة القادمة. طبعا أنا أشكركم على تواجدكم اليوم معانا، ومبارك عليكم الشهر مرة أخرى. طبعا مشاهدينا نشكر أكيد الأستاذة مانعة الأحبابي، خبير توجيه تربية خاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك الأستاذة عايدة عمر الشراوي المتحدث الإعلامي لمركز الشفلح، وكذلك طبعا الدكتور عايش القحطاني داعية ومستشار تربوي، وكذلك السيد خالد الشعيبي رئيس لجنة مبادرة التوظيف ذوي الإعاقة. شكرا لكم، وشكرا أكيد على تواجدكم معنا اليوم. إحنا نقول أكيد مشاهدين الكرام هذه الفئة جزء مهم من هذا المجتمع، إن شاء الله نشوف أكيد فيهم الدكتور، فيهم المخترع، وفيهم أكيد اللي يمثل دولتنا أفضل تمثيل سواء في المحافل المحلية أو كذلك الدولية. طبعا مشاهدين نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من هنا من استوديو القبقة في مشيرب قلب الدوحة. لا يسعدنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا على المشاركة، وبإذن الله نشوفكم بكرة في موضوع جديد، وإن شاء الله تشاركون معنا أكيد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون قطر، وإن شاء الله أكيد تعرفون على موضوع الحلقة من خلال الحسابات. نشوفكم على خير، في أمان الله.